هذه اللجنة إذا اخترنا أعضاءها بعناية من خيرة الخبراء المتمرسين في مجال اختصاصهم، وهم مدعوون، واللجنة مدعوة إلى العمل بانفتاح أكبر من أجل تطبيق سليم أولا للقانون فيما يعرض عليها من حالات. غادي يولي عندنا واحد الجهة ذات مصداقية فيها خبراء اللي غيتولي المرجع لا ديال السلطات العمومية ديال الإدارة والمؤسسات العمومية عموما، ولكن بالخصوص ديال المستثمرين وديال المقاولات فيما يخص كل ما يرتبط بالصفقات العمومية باش تكون في مستوى ديال الالتزام بالقانون ديال النزاهة ديال الشفافية. معنى ذلك فيما كان شي واحد مقاول أو كانت مقاولة عندها مشاكل عندها الجهة اللي يمكن تلجأ لها وتكاتبها باش تلقى الردود ديالها في الوقت المناسب، وهذه منظمة وهي خارج الإدارة، بمعنى هي واحد اللجنة مستقلة فيها خبراء ذوي مستوى عالي اللي يمكن يحلوا هذه الإشكالات. ولكن نريد أن نقويها أكثر، المصداقية ديال ما تقوم به السلطات العمومية والإدارة وما يقوم به القطاع الخاص هو أيضا يحتاج إلى ثقة. عبد الله فاضلي تصفيقات حاجة على السيد عبد الله حاضري أو فاضلي. إذا السيد عبد الله فاضلي هو العضو الخامس في لجنة التحكيم التي تتشكل، أذكر بالرقم 12 عضوا تصفيقات. مجددا على السيد فاضلي الذي التحق بنا في هذه الأثناء. الأولوية للجنة هي أولا وقبل كل شيء هو البتس في طبعا المنازعات بين الإدارة والمقاولات وإيجاد حلول لفائدة الطرفين. النقطة الثانية هو المساهمة في تحسين مناخ الأعمال. النقطة الثالثة هو دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تشكل يعني الأغلبية النسيج الاقتصادي المغربي. طبعا هناك أمور أخرى ستتكلف بها، هي مثلا وضع أو تنميط جميع المرجعيات، لا على مستوى التجهيزات ولا على مستوى بنايات المشاريع العمومية إلى آخره.